فوزك أو أقل شيء أنشره إذا كسبت من هذا العرض. طبعا الآن إعلان النتائج جماعة الخير الأثر وسوبر ستار وبسمة اللي نتائجها أنزلت في تويتر وكان الجمهور هو المصوت والتصويت طبعا مجاني في الفقرة هذه. المركز الأول من كل محور حيحالف الحظ في انه ياخذ 200 نقطة ممكن تنجيه من العرض الأخير. استاذنك بس تحطه هنا أبو رحيم. طبعا استاذ الأخوان في الإعداد يعطونا الخبر عن الفائزين في البرامج المركز الأول. طبعا كذا. طيب لا انت يا احمد رحيم. طبعا بالنسبه للاثر يا جماعه الخير خلونا نبارك بصوت واحد الجميل جدا عبد الله الشهراني استاهل ويرجع سالم وغانم. بينما افضل مقطع او اكثر مقطع جاء عليه تصويت في السوبر ستار هو الجميل جدا عبد الله شليهيب استاهل. المبروك يا عبد الله. الله يبارك فيك. بيض الله وجهه. طيب. من المغاوير. بينما الحاصل على المركز الاول في بسمه هو الجميل جدا. انا سمعت اسمه بس ودي اسمع اسمه مره ثانيه لاني سعد الشهري. انت من وين يا سعد؟ جدة. من جدة. انت من وين؟ جدة. احط معها 200 نقطة تستاهل. طيب الان يا جماعة الخير وصلنا الى نجم الاسبوع واللي راح يحالف الحظ